هذا ودعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إسرائيل وحزب الله إلى خفض التصعيد لمنع حدوث مواقف أسوأ. وفي مقابلة مع الحدث أشارت وزيرة الخارجية ألمانيا إلى أنه يتعين على الحكومة الإسرائيلية تنفيذ القرار 1701 وعلى حزب الله الانسحاب إلى خلف نهر الليطاني. لقد رأينا أن المفاوضات بواسطة الأمريكيين قد حققت ترسيم الحدود في المياه بين لبنان وإسرائيل، ونحن بحاجة إلى ذلك على الأرض أيضا. وقلت للحكومة الإسرائيلية تعالوا لتنفيذ القرار 1701 أيضا للنظراء في لبنان فيما يتعلق بانسحاب حزب الله من الحدود خلف النهر، وهذا ما نحتاجه الآن. نحن بحاجة إلى خفض التصعيد على الخط الأزرق من أجل منع حدوث مواقف أسوأ.